حضرتك بتشتغل؟ لا انا لسه شغال الحمد لله. شغال طبعا. قبضت ولا لسه؟ قبضت. لا لسه ما قبضتش. قبضت. لا لسه. لا انا شغال حر. قبض بيخلص يوم كام في الشهر؟ بيخلص قبل ما الشهر يبتدي. يوم واحد. اسبوع. لا الحمد لله زي الفل مكفي. لا يوم 10 هو اخره. يعني لحد يوم 20 بيخلص مثال قبل ما يجي. يوم 2 بالظبط. على البركه. لو معاك 1,000,000 جنيه هتعمل بيها ايه؟ اعمل عمره الاول. ممكن لو احد مثلا قريب ليا محتاج اديله جزء، اعمل لنفسي حاجه نفسي فيها بجزء. اول ما اطلع حج افكر ان انا اتجوز، ممكن يعني اساهم في مسجد، في جمعيات خيريه. انا اتجوز يعني موبايل، عربيه بقى، ابني فيلا. خير مش هعملوا حاجه في الزمن ده. هشتغل فيهم بالاستثمار في العقارات. محتاج ان انا طبعا تفكير لمده اسبوع او 10 ايام.